قرر قرر ملايين الخيارات اللي ممكن تساعدك في العار، في الغضب، في الخوف، في تنظيف الماضي، في تنظيف الطفولة، بس قرر. تخيل انك لو قررت راح تنفتح لك كل هذه الخيارات، راح تشوفها وتعرفها وتتسهل لك، تسهل لك كل الطريق. قرر ارجوك، مو معقولة انت يعني من زمان جايتك الرسالة، من زمان عارف انك تحتاج تنظيف، من زمان عارف انك خايف، من زمان عارف انك غاضب، من زمان عارف انك ضايع في 60 داهية، من زمان عارف ان عندك صدمة، لكنك ما عاد وش تنتظر؟ وش تنتظر؟ ارجوك قرر، ارجوك قرر. انا اطلب منك انك انت تحطين النية هذا الشهر، تحطين النية، تقولين ابغى احط النية وابغى انظف، ابغى انظف باسهل الطرق، باسهل الطرق. ما ادري عن ايش اسهل الطرق لك، قد تكون تجين تاخذين عندنا كورس، قد تكون تروحين مثلا للبوم الباب الخلفي مجاني، قد تلقين احد شخص ثاني يساعد، قد تلقين اختك تجي تساعد، بس حط النية، حط النية، خلي الموضوع يشتغل، خلي الموضوع يبدا، اسمحي اسمحي لروحك انها تتطور. قاعده تقول لك ابغى اتطور، فاسمحي لها انها تتطور. ارجوك